احنا رايحين احنا مضاري انا منادي في مدينه العرعيس. هذه مدينه العرعيس عاد شي خالي مشهوره من اول الزمان للسياحه، وكان كيجي عندنا الاسبان والفرنسي والتمور والاستعمار، وهي معروفه. ودابا جات من جات ولات الحمد لله محمد السادس والحسن الثاني ساهم بالعملات، من جات عملات زهرات ازهار كبيره. وعندنا السيد البحري وعندنا الفلاحه مشهوره هنا في الشمال، والسيد البحري هو الاول. هذه المدينه عاد شي انفرطه، اليوم كنخرج في الشارع باقي المدينه كدير العشاء، كنسيبوا هنايا الناس اللي بناس الولاد كيسرقوا لهم، كنطلبوا من السيد العامل والسيد ديال الجنان يزيد يحك هاد البلاد ويزيد يحك هاد البلاد عتيقه ويزيد هاد المدن. الناس اللي كنشوفهم قيصري هنا كيديروا بورتابات كيهجموا اي واحد كيهز هاد المواس وهاد الشيوخه، هاد الفوضى اللي عاملينها راه ما تمشيش البلاد. كنطلبوا من السيد العامل ومن الان يزيد يتحرك، يزيد يتحرك في هاد البلاد. هاد البلاد ولاو هاد كيجي مداخر، ولد البلاد ما كاينش، هاد ولد البلاد اللي كاين في هاد العريس ما كيعملش، ولد البلاد هنا كيمشي يتقاو يتفرج في الكرة. ولد البلاد هاد الناس اللي كيسمعوا البلاد نعسة، وعاد عاملين هاد المتجولين، هاد المتجولين عاملين هاد الطوبة ديال هاد المتجولين هما اللي كيدخلوا خرج. اليوم ولينا كنشيروا في الشارع يوميا حاشاك السباسة، السباسة وهاد الكيب وهاد النيكات يوميا كيتعرضوا لعباد الله. واليوم عملوا محطه كبيره، الناس اللي كدير العشاء 11 ونص بالليل كتولي بحال وحده بالليل. انت ما عمرك جلسك شي واحد اسي حداوي؟ سعيد حداوي، عمرك جلسك شي واحد؟ انا بيدي كراسه هاد يومين وقالي طلع قدام خزامة وتعرضوا لجوج، وكيقول لجوج اللي عندك هم وخا الحاج خزامة بيدو هو وولادو وهربوا شي حماله. انا بيدي كيتعرضوا وتعرضوا لي قدام المحطه ماشي الجامع ما لبش، انا تعرضوا لي هذا. وكنطلبوا الله هاد الظلم ما كيعجبني، انا كيعجبني غير الظلم، انا كيعجبني الظلم ما كاينش الظلم، انا كيعجبني الظلم. كتعرضوا لي انا بيدي وهاد الناس كيعرجوا عليا، كنلوط بالخير الله يجازيك بخير. كنجبر هاد الناس ديال الناس المعمل البنات. انا مع سعيد كناخذ الشهاده ديالك، علاش؟ لانك كنعرف انت كتحك العريش درب درب ودائما دائما في العريش متواجد وكتعرف. الا قلتي الشهاده ديالك انا كناخذها، لان هاد الموظف اللي كيجي هنا لهاد البلاد اللي كيخدم اي هاد الناس كيقول هنا اربع كيخدم اربع سنين كيقول لا يزيد ناقص. لا حنا كنطلبوا من الناس تخدم الوطن ديالها وتخدم. وشنو كتقول للعريشيين باش يحميوا البلاد ديالهم ويوفروا فيها حتى هما يساهموا يعني باش يكون فيها الامن والامان حتى هما؟ هاد الناس العريش حتى هما كيطلبوا المساهمه في اي حاجه، هاد الناس العريش يزيدوا يساهموا على الامن هو كل شيء. حنا الحمد لله كنطلبوا عندنا الامن وعندنا هاد المشاريع الكبيره اللي ما كاينش كانت قبل، دابا كاين الامن بحق الامن جالس مرخي مرخي كنقولها يوميا كيتعرضوا لعباد الله يوميا كيهاد الشيء منكر، هذا منكر.